بحضور قوي لأنصار اتحاد بالعباس الذين تنقلوا بقوة إلى ملعب عمر حمادي ببلوغين، استقبل نادي بارادو الاتحاد بالعباسي وعينه على النقاط الثلاث من أجل التقرب أكثر من المقدمة. مبادرة طيبة قامت بها إدارة نادي بارادو بتكريم مدربها السابق والحالي الاتحاد بالعباسي الطاهر شريف الوزاني الذي تفوق على الإسباني نوغاز، رغم أن البداية كانت لأشبالي بهذه التسديدة التي لم تمر بعيدة عن إطار مرمى الحارس عثمان طوال الذي استعمل مرة أخرى المهارة وبعد هذه الكرة إلى الركنية المد الهجوم الاتحاد بالعباس. بدأ زواري بمحاولة على مرتين لكنه لم يفلح مثلما فلح العبدلي في هذه الانطلاقة، وقع الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 35 من بداية المباراة، وعلى وقع أفراح أنصار الاتحاد بالعباس انتهت المرحلة الأولى بتفوق الضيوف هدف مقابل صفر. في المرحلة الثانية كاد بوغلمونة مضاعفة النتيجة بعد انفراده بالحارس موساوي لولا أن التسديدة افتقدت إلى القوة، وبعد هذه المحاولة سارت المباراة في اتجاه واحد لصالح نادي بارادو الذي استعمل كل الطرق لكنه وجد حارسا ممتاز اسمه عثمان طوال، كسر كل المحاولات للملالي ولا الموالي ولا النعيجي ولا السويبح، تمكنوا من فك الشفرة الدفاعية على تكرر هذه المحاولات التي برهن فيها عثمان طوال على قدرات كبيرة واهدى فريقه 3 نقاط غالية. مباراة بطريقة ذكية سيرتها عناصر اتحاد بالعباس والتي تبقى في المركز التاسع ب 29 نقطة، ونادي بارادو يبقى في المركز الخامس ب 35 نقطة.